كل بشر بيكون موجود، كل بشر اللي جوه البيت. يما يما، لا لا احنا ما اتفقناش على كده، ما اتفقناش على كده. محدش يقرب من الجثث دي. مراتي يا فندم، مراتي. مش انتي صح؟ انتي اكيد ما عملتيش كده منار صح؟ انتي استحاله تقتليه، مش كده؟ قاتل قاتل مين؟ هو انا اعرفهم عشان اقتلهم؟ نهار اسود ومنيل عليا، نهار اسود ومنيل عليا وعلى سنيني. امال مين اللي عمل فيهم كده؟ ما اعرفش مين اللي عمل كده. لا لا اعرف اعرف. منار، منار اختك، مش حضرتك الاستاذ عمر برضك؟ اللي انت بتقوليه ده منار، سلامتك يا حبيبتي. يا عم انا مش منار، انا اهو البطاقه بتاعتي اهي، اهي البطاقه اهي اهي. يا عم نهار اسود ومنيل عليا، نهار اسود ومنيل عليا. انا مش، انت مش معايا الا دي. فين السلاح اللي معاك؟ سلاح ايه يا بيه؟ انا مش معايا سلاح، انا لسه داخله عليهم من دقيقه، دخلت عليهم لقيتهم خلصانين. حرام عليكي، حرام عليكي، تقتليها ليه؟ دي صاحبتك اللي بتلف معاك يا دكاتره، ليه تطلعها لي اجنانك؟ حرام عليك. صاحبتي ايه يا عم؟ مش صاحبتي ولا اعرفها، وربنا ما قتلت حد، وربنا ما قتلت حد. منار، منار هي اللي قتلتهم ولبستني انا. ايوه صحيح انا ما شفتهاش وهي بتقتلهم. الكذب خيبه، ابقى كدابه لو قلت اني شفتها. ايوه بقى، بس مين هيعمل كده؟ مين هيعمل كده غيرها؟ هي اللي عملت كده. ما هو جوزها ده اصله ديله نجس، ما هي مصوراه فيديو من فرحك يا استاذ عمر. الله الله الله، هو مش كان طلقها ومشي وساب البيت. جالك كلامي؟ اختك دي كان لازم تدخل مستشفى المجانين من سنه. حرام عليكي يا بنت، يا ريتني ما وافقت، يا ريتني ما وافقت يا ساره انك تجيلها. ما وافقت على ايه يا عم؟ يا عم الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. توافق على ايه؟ حرام عليك، وانتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ بتعملوا فيا كده ليه؟ انا ما عملتش حاجه، ما قتلتش حد، وربنا منار اللي قتلتها. بقول لك ايه؟ انت هتستعبطي، هتعملي مجنونه ماليش فيه. اللي اهدم فيكي مش هيكفيني، فاهم يا عمر؟ دم مراتي مش هيروح حضر يا عمر. فاهم ايه بس يا شريف؟ سيبني في اللي انا فيه يا عم. انت وهو حرام عليكو، حرام عليكو. انت ليه مش مصدقني؟ ما قتلتش حد. طب إيه؟ منار هي اللي قتلته، وربنا هي اللي قتلته. هي اللي انا ما منار.